مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم فضاء المستهلك. موضوعنا اليوم مشاهدين على واحد الفاكهة الاستوائية واللي هي الأناناس. هي فاكهة عجيبة الشكل، منفردة الخواص وبزاف بنينة، عصيرية المحتوى وليمونية اللون. لزانانا ولا الأناناس غني من ناحية القيمة الغذائية، وباش نعرفوا الفايدة تاع الأناناس وتركيبة ديالو نخلوكم تشوفوا هاد الفيتير. الأناناس فكي يحبوها كامل الناس كبار وصغار، ونصيبوها متوفرة في الأسواق على طول العام. كاين اللي يحب يشريها وهو يقشرها ويقطعها، وكاين اللي يحب ياكلها واجدة ويشري الكونسير، وكاين مام أناناس مجفف واللي يستعملوه في تحضير لحم الحلو. أكيد ربات البيوت تتفنن وتحضر أشهى وألذ الحلويات، سورتو لي تارت بأشكال مختلفة، كاين اللي تفضل تان لي سالاد دو فروي ولي كونفيتور اللي يموتوا عليهم دراري صغار. من ناحية الصحية، الأناناس غذاء مليح سهل الهضم، يفيد في حالات آلام المعدة، يفتت الحصى، يخفف الالتهابات، ويوصف في حالات كما فقر الدم، عسر الهضم، التهابات المفاصل وتصلب الشرايين. بصح هو ديكونسي للديابيتيك على خطر يحتوي على كمية كبيرة من السكريات. يساعد الأناناس على هضم البروتين، على هذا أخصائيو التغذية ينصحوا باش الواحد ياخدو مع أطباق اللحم، بيسك يساعد المعدة على الهضم، سورتو لي بلا غيشون بروتيين. والواحد يقدر ياخد الأناناس مشوي مع الحوت ولا الدجاج إبيسي. اللي يعانيهم لا غريب اللي راهي وقتها، نقول لهم بلي الأناناس راح تساعدهم بزاف وتسهل عمل المعدة. اللي يعانيو تان من السمنة، ما عليهم غير بهاد الفاكهة على خاطر هي من أفضل المواد اللي تخفض الوزن، سورتو إذا عرفنا أنو الأناناس يحتوي على إنزيم يسميوه البروملين واللي يساعد على هضم البروتينات ويحرق الدهون. هو غني تان بمادة البابائيل اللي تخلي الواحد يبرع من مرض الديسك في فترة قصيرة، بيسك الأطباء يعتمدوا في تركيبات الأدوية المضادة لمرض الديسك على الأناناس كعنصر أساسي فعال. نصيبوا فيه تان مادة الفلوريد اللي تمنع تسوس الأسنان، ودو بخافيرانس لمامو يمدوا لولادهم لزانانا خلال مرحلة النمو باش يحميوا أسنانهم والأجنسيف ديالهم. أما من الناحية الجمالية، الأناناس يقوي جلد الوجه، وهذا كل واحد يدهن وجهه بالجو تاع الأناناس. كما الأناناس عنده إيجابيات عنده سلبيات، ومن بين الأضرار اللي يقدر يسببها الواحد إذا كتر منه اضطرابات في الجهاز الهضمي، إسهال معوي، غثيان، طفوح جلدية، وانقباض في عضلات الرحم، الشيء اللي يسبب الإجهاض. لازم تعرفوا باللي يقدر الأناناس يتفاعل مع الأدوية على هذا اللي يعانيه من ضغط الدم، وياخدوا دواء ما عليهم غير يبعدوا عليه. كما شفنا مشاهدين في الفي تي ار، لي زانانا ولا الاناناس غيش اون فيتامين، فيه بزاف فيتامينات، ودو بريفيرونس الواحد يشريه حب خير من اللي يشريه في البايط اللي فيهم بزاف من السكر، بلا ما نساو اضرار المعلبات يعني لي كونسيرف. نروحو نشوفو دوكا واش راي الجزائري على هاد الفاكهه، ويدا يعرفوا الفايده تاع لي زانانا في ركن ثقافه المستهلك. الفايدة تاع الأناناس الفيتامين كالسيوم، اللي عندهم مونك دو كالسيوم مليح ليه، نديرو سا دو فخوي بالي، مي تاع الفخي ما نشريش بزاف، بوتيتر ما علاباليش انا شحال يدي مي ما نشريش، كي نسحق ندير في لي سا دو فخوي ندير تاع لي بواط. لا لا، لي بواط دو طونش هي دوك تاع البايط، البايط اللي نشريه، وسالا دو فخوي نخلطها معاهم في لي تارت. بس كي ندير هكا كتير تاخد في الدار نخدمهم. رايي في الزنانه هو يعني فاكهه مفيده، خاصه اللي يحب يدير الحميه يعني ريجيم، اليمي لا غريس ولا اون جينيرال. بون كي تكون كاينه فرصه جو بريفير نشريها بيان سور تكون فخي، سينو كي يشوفوها ولادي في لي سوبيرات يشريوها اون بواط، بيا سوا ياكلوها هكذاك سوا ديروها سالاد فخوي. ما
انا بعرف انه في فيتامين سي بس. للحلويات المعلب، للحلويات تشري في العلب. حاجه مليحه ايتو، فيها لي فيتامين، ما فيها جوج ثاني مليح. فيها واحد الماده تعمل على اذابه الشحوم، نورمالمون يسون في افيكاس، ميم داروا بهم دي كومبريمي لي فام اللي يكونوا اوبيز بور ميغريغ. نو دو بريفيرونس تاكليها هكذاك، بس كل ما تعصري الحاجه كل ما اللي في تاعها يزيد ينقص. نو 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 نشريهم حبات. وي فيه فيتامين سي، فيها فيه بزاف لي فيتامين. نشري سورتو هذاك تاع لي بواط باسكو ما يجيش جديد وغالي. واش نعرفوا على لي زانانا؟ سي ان انتي اوكسيدون et un anticancéreux très bon pour la santé pour les adultes mais aussi pour les enfants. وصلنا مشاهدينا الكرام لفقرة النصائح، واللي راح نحاولوا من خلالها نقدموا مجموعة من النصائح والإرشادات اللي يساعدوكم. رانا في الخريف وين لاغريب راهي دايره حاله، حنا نقول لكم بلي لي زانانا يساعد بزاف الناس اللي حكمتهم لاغريب على جل فيتامين سي اللي فيه، يخفف العطش ويمنع تشكل الرمل والحصى في الكلى على جل الماء اللي فيه. كاين بزاف من الناس يحبوا لي زانانا ويطيحوا عليه ونساو بلي لي زانانا يشين على خاطر ما فيهش سكريات بشكل عالي، ويرمي تاني السوائل الزايده خارج الجسم. مليح للريجيم لاحتوائه على الالياف بكميه كبيرة اللي تخلي الواحد يحس روحه شبعان. الأناناس يمنع تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية سورتو الشرايين، وينشط وظائف الكبد ويسهل هضم الطعام ويمنع قبوضة المعدة. علاج الإنزيمات اللي يحتويها لزانانا ولا الأناناس واللي هو البروميل. البروميل هذا يمنع الأورام وانتفاخ الأنسجة والتهابها، وكاين الدواء اللي نصيبوا فيه هاد الإنزيمات. الأناناس يمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على مادة الفلوريد. كما عنده لزانانا الفايدة عنده أضرار، ومن بين الأضرار اللي فيه أنه أكل الأناناس يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي كما إسهال معوي وغثيان، يؤدي تاني إلى طفوح جلدية، حب في أطراف الشفتين والفم، وتاني تناول الأناناس بكثرة يؤدي إلى الإجهاد. على هذا ننصح المرأة الحامل أنها تبعد عليه وما تكترش منه. أبار الكالسيوم واللي يقوي العظام، جسم الإنسان يسحق تاني المغنيز واللي يلعب دور هام في مكافحة مرض هشاشة العظام، وينصح خبراء التغذية باش ياخدوا كاس من الأناناس باش يتحصلوا على 73% من احتياجات الجسم لعنصر المنغنيز. وضحوا الباحثون أنه الأناناس عنده تأثير قوي في مقاومة السرطان، وهذا لاحتوائه على عناصر اللي تساهم في ابتكار دواء جديد لمكافحة هذا المرض. الجو تاع الأناناس يعالج تكيس المبايض وعدم تاني انتظام الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة. نصائح عن الشراء، كي تروحوا تشريوا الاناناس خيروا الاناناس اللي يكون يابس والورق ديالو يكون خضوره والريحه ديالها تكون قاصحه. واللي يحب يشري كونسيرف ما عليه غير يشوف تاريخ الصلاحيه، وهذا اذا شاف باللي ريحه تاع الاناناس مبدله ولا ملده ما عليه غير يبعد عليها. حتى من الناحيه الجماليه الاناناس ولا لي زانانا عنده فايده، واللي تحب تحافظ على بشرتها ما عليها غير تستخدم الاناناس كمنظف ومقشر للبشره، وراح يقضي على الحب والعطاش في الوجه ويمد نضاره للوجه. وهذا كي تقطعوا الاناناس لقطع صغيره وتميكسيوه حتى وين تتحصلوا على مزيج يشبه العجينه، من بعد ضيفوا له زوج مغارف من زيت الزيتون واللي يساعد على ترطيب الجلد وتقشير البشره فاسيلمون. وتقدروا تاني تضيفوا مغرف صغيرة من العسل الأبيض اللي يساعد البشرة على مقاومة التجاعيد ويخفف شوية من انتفاخ حول العينين. كانوا هادو مشاهدين أهم نصائح فيما يخص موضوع الأناناس. نبقاو دايما في نفس الموضوع، بصح هاد المرة في فقرات التدبيرة، والزميلة فهيمة بن سعيد جبت لنا اليوم 3 أستوس. الأولى كيفاش نقطعوا لي زانانا، الثانية طريقة تحضير طخت تاتان أناناس والكوكو، والثالثة أناناس بمربى الحليب. تابعوا معنا. جبت لكم اليوم 3 استوس. لا بروميير استوس راح نوري لكم كيفاش نقطعوا الاناناس ديالنا بلا ما نروحوا نشريوا الاناناس كونسيرف. ما عليكم غير بحبه اناناس نحوا لها تاج ديالها سوا باليد كيما راكم تشوفوا ولا باستعمال الموس.
من بعد نرفدو موس نقطعو القشرة ديالها على الطول حتى ونتخلصو على كامل القشرة. راح نتحصلو في الأخير على هاد الشكل وين تقدروا تزينوه باش تحبو. لا دوزيام استوس راح تكون طريقة تحضير تارتاتام بليزانانا والكوكو. المقادير: بات فويتي اناناس 80 غرام من السكر، 3 كويير كبار تاع الماء، 1 كويير كبيرة تاع لاكريم، 20 سنتيلتر تاع كريم ليكيد، 20 سنتيلتر تاع حليب تاع الكوكو ونواة كوكو غابي. طريقة التحضير: نرفدو الاناناس نقشروها ونقسموها لقطع صغار، نرفدو كاسرول نحطو السكر وشويه ماء ونحضرو الكراميل ديالنا ونضيفو له لاغوم. انسويت اون ديبوز لي رونديل تاع الاناناس ونضيفو له لا نوا كوكو اللي تكون غابي كيما راكو تشوفو. نسخنو لو فور ونروحو لا بات فويتي اي اون ايتال. من بعد نحطو لا بات فويتي فوق الكراميل او لي زانانا ونغطوهم بلا بات فويتي ونحطوها في الفوق. كي طيب نحوها من الفوق ونقلبوها، راح تتحصلوا على هذا الشكل. نرفدوا لا كريم فريش ديالنا ونخلطوها مع الحليب تاع نوا كوكو باستعمال لو ميكسور ونحطوها فوق لا تارت، راح تتحصلوا في الاخير على هذا الشكل. لا ترويزيام استوس والاخيره راح نوري لكم كيفاش نحضروا دي فيغين اناناس بلا كونفيتور تاع الحليب. ما عليكم غير باناناس لا غوم سكر دوري ولا كونفيتور تاع الحليب اللي راهي متوفره في السوق ولا تقدروا تحضروها في الدار. طريقه التحضير: نرفدوا لي غونديل تاع الاناناس نقطروهم ونقطعوهم لقطع صغار على هذا الشكل. نرفدوا لي فيغين ديالنا نحطوا عليهم مغرف من لا كونفيتور تاع الحليب، اذا كانت عقده تقدروا تحطوها في لو ميكرووند. انسويت نضيفوا القطع تاع الاناناس، نضيفوا لو سكر دوغي. راهم درك واجدين تقدروا تستهلكوهم. كانوا هادو لي 3 استوس تاع اليوم فيما يخص موضوع الاناناس. نتمنوا يكونوا عجبوكم وراح تسيوهم في الدار بما انهم ما يطلبوش بزاف. فهيمة بن سعيد دايما تجيب لنا وصفات سهلين وما يطلبوا